أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد، فيديو SQL. واليوم سنتعلم حول ماذا؟ أنتم قولوا حول ماذا؟ حول أنواع البيانات. واليوم الجزء التالي الذي أصبح طويل كثيرا، وبالتالي على الأغلب الجزء القادم من هذا الدليل سيكون في صفحة أخرى، يعني سنضع رابط هنا لصفحة أخرى لأن أصبح طويل. وأيضا أنتم تعلمتم الكثير خلال هذا الجزء، فحان الوقت للتقدم، يعني بعد هذا الجزء ستكون مستوى متوسط أو ربما متقدم قليلا. فإذا الآن نحن بهذا التدريب والجدول الذي سننشئه، أعتقد جدول المناسبات. وفي الفيديو السابق تعلمنا عن جدول الكتب في النهاية، في نهاية الفيديو السابق كان جدول الكتب، الآن جدول المناسبات. فإذا جدول المناسبات جدول أيضا طبيعي، يمكن أن تنشئوه أنتم في رحلتكم بتعلم SQL أو حتى في عملكم في SQL. وبكل بساطة فكرة هذا الجدول أنك ستسجل المناسبات أو الأحداث التي ستحدث، ستسجل فيها مثلا ما هو اسم المناسبة، مثلا مناسبة عيد ميلاد فلان، أو مناسبة مثلا عيد الاستقلال مثلا، أو حدث معرض دولي في بلدك. مثل هذه الأمور ستسجلها، الاسم المعرض الدولي مثلا، تاريخ الحدث أو المناسبة أو تاريخ المعرض، بداية المعرض ربما تقول مثلا التاريخ مثلا في 10 من شهر 9 مثلا 2024، ومتى سيبدأ، في أي ساعة، تقول في الساعة 7 مساء سيبدأ، سينتهي في الساعة 9 مساء، ما هو الوقت الحق الدقيق لهذا الموضوع ستضعه، أيضا في أي سنة سيحدث 2024، في أي مكان مثلا في بلدك جيد، أو في سوريا مثلا، أو في مصر، أو في المغرب. هذه الأشياء جيد طبيعية جدا أن ندخلها. ففي هذا الجدول الهدف منه هو التعلم عن التاريخ، كيف ندخل بيانات التاريخ باسم، فلنتعلمها معا. فلدينا هنا سنقوم بإنشاء هذا الجدول. طبعا إذا أردت أن تنشئه لوحدك لا مشكلة، اذهب للسؤال مرة أخرى في الأعلى، السؤال الثالث، قم بإنشاء جدول لتخزين أحداث مناسبات، وسيخبرك كل قسم ما هو. يمكنك أن تتبع هذه التعليمات في السؤال وتنشئ الأمور لوحدك بكل سهولة. إذا أردت التتبع معي فأهلا وسهلا، تفضل لنكتب معك. إذا هنا بداية create table، اسم الجدول events أو أحداث أو مناسبات، جيد. فإذا هكذا هذه الطريقة التي نكتب فيها. الآن الأعمدة، أول عمود هو event ID، فيمكن أن أكتب ID. طبعا أنا في كل الأسئلة كتبت event ID أو كتبت هذا الجملة يعني الطويلة كذا ID، لكن فعليا أنا أفضل أن أكتب فقط ID. لكل جدول أن يكون له حقل اسمه ID أو column عمود اسمه ID فقط. أكيد هو integer، أكيد هو مفتاح أساسي، وأكيد هو auto increment. يعني هذه الأشياء يعني أصبحت بالنسبة لك سهلة جدا. طبعا الآن أنا كتبت كله small letter، لا مشكلة، لأن بSQL يمكن أن أكتب small letter، يمكن أن أكتب يعني uppercase أو أحرف كبيرة أو أحرف صغيرة. فالعمود الثاني هو event name، فيمكن أن أكتب event name بهذا الشكل. طبعا لاحظوا هو هنا اسمه event name، يقول هو varchar، وبالتأكيد هو varchar، يعني يجب أن يكون هذا الشيء، دعنا أسميه كما تسماه event name، وهو varchar نوعه، وأقصى طول لعدد محارفه. العمود الثاني أو الثالث هو event date، وهو من نوع date، وبالتالي هنا سأكتب event date وهو من نوع date، جيد. فهل نتوقف إلى هنا حتى نرى ما هو الديت كيف يبدو؟ إذا دعونا نتوقف هنا لأن نحن نتعلم. أنا سأنسخ الأشياء التي سأنسخ هذه الأشياء الموجودة هنا هذا الشكل، جيد، وأضعها هنا، لكن سأغير بها. إذا بداية لدينا بالنسبة للID لا يتم إدخاله، لدينا event date فقط، فبالتالي هذا سأحذف بهذا الشكل، وهنا أيضا سأحذف الباقي، فقط لدينا حقلين، أحذف الباقي، دعوني أحذفها. فإذا هكذا أنا حذفت باقي الحقول هكذا. فإذا لنكتب run، إذا هنالك خطأ، ما هو الخطأ؟ فإذا الخطأ أنني لم أنسخه بشكل دقيق،
أو قمت بالنسخ بشكل خاطئ، فإذا run مجددا. فإذا الآن صحيح. الآن دعونا نختار كل شيء، select all from ما اسم الجدول event و run. فلاحظوا لدينا الID، ها هو لدينا event name، لا يهمنا يعني أدخلناها، يمكن أن تدخل معرض الكتاب مثلا، تدخل معرض الدرجات الهوائية، يمكن أن تدخل أي شيء. هنا الايفنت ديت هذا الذي يهمني هنا بالايفنت. اذا ما هي قصة هذا الايفنت ديت؟ لاحظوا كيف يبدو شكله، هو نوعه الديت وشكله يبدو كسنة شهر ويوم، سنة شهر يوم بينها الداشز، فاذا هذا هو الديت. فاذا اردت مثلا ان اقول ان الشيء الفلاني هو عبارة عن تاريخ او عبارة عن ديت، بمعنى أنا أريد فقط إظهار اليوم والشهر والسنة، فيمكن أن أستخدم ديت بكل بساطة. لا يهمني الوقت، لا يهمني في أي ساعة، لا يهمني شيء، يهمني فقط اليوم الذي حدث في هذا الموضوع. ربما يكون مثلا عيد ميلادك، يعني لا يهمنا في أي ساعة ولدت أنت، يهمنا ماذا، ما الشيء الذي يهمنا؟ يهمنا اليوم، اليوم الشهر والسنة ربما حتى نعرف كم عمرك، صحيح؟ فهذه هي قصة الديت، فأنا أحببت أن نراها بشكل منفصل. الآن دعونا نستمر مع هذا الموضوع فنقرأ الأسئلة الباقية. الموضوع الثاني هو start time، ويجب أن يكون بنوع time. time يعني يجب أن يضع الساعة والدقيقة والثانية، فإذا لنكتب لملا. فإذا هنا بالنسبة للديت هنا سأكتب كما لأكتب العمود الثاني، لدينا start time وهنا سنكتب time. أيضا يوجد end time، يعني end time يعني وقت نهاية هذا الحدث، يبدأ مثلا في الساعة 7 ينتهي في الساعة 9 مساء. فهو يهتم بماذا؟ يهتم بالساعة والثانية والتالي والدقيقة أكيد، يعني مثلا سنبدأ في الساعة 7:15:30، لسنا بهذه الدقة لكن بشكل عام هذا هو الوقت الذي سنبدأ به. فبالتالي هنا نحتاج نوع بيانات اسمه time حتى نحدد الساعة الدقيقة الثانية. أنا أكرر حتى تحفظ المواضيع في نهاية الفيديو دون الحاجة للتكرار. فالآن يمكن أن ندخلها هنا، ما رأيكم؟ فإذا دعوني ندخلها هنا. فإذا مثلا بالنسبة لي ندخل أي شيء، فإذا بالنسبة لي الستارت تايم، فيمكن أن نقول نبدأ في الساعة 6 مساء، يعني 18، صحيح؟ لأنها مساء بفكرة 24 ساعة باليوم، جيد؟ فإذا هكذا. والإن تايم نبدأ متى ننتهي برأيكم؟ مثلا 9:21، صحيح؟ فإذا 21، لاحظوا كيفية كتاب التاريخ، نكتب الساعة نقطتين رأسيتين، دقيقة نقطتين رأسيتين الثانية. طيب الآن هذا الحدث مثلا متى يبدأ؟ يبدأ مثلا في الساعة يبدأ صباحا، دعونا نقول في الساعة 7:15:30، وينتهي متى ينتهي؟ دعونا نقول أنه ينتهي مثلا في 10:59:30. جيد؟ وهنا يمكن أن ننسخه هكذا، سأنسخه للاختصار، وأنت تضيف الوقت الذي تريد وتتدرب على هذه الصيغة. إذا قمت بران هل سيحدث خطأ؟ نعم حدث خطأ. إذن ما هو الخطأ؟ يقول الخطأ في السطر، نعم هذا هو الخطأ، يجب أن لا أكتب، وأكيد هنا يجب أن أكتب start time و end time اسم العمود يعني. إذن ران، إذن ها هو، إذن هذا هو النوع التايم. إذن الآن أصبح لدينا نوع الديت الذي هو اليوم الشهر السنة، ولدينا نوع أيضا ما هو، لدينا نوع الوقت الذي هو الثانية الدقيقة والساعة أو ساعة. الآن النوع الثالث وهو السنة. فإذن السنة event year، سنسمي عمود اسمه event year ونكتب هنا year، هذا النوع أنه نوع year. هنا سأضيف في الأعمدة هنا year، جيد، وأضيف طبعا خطأ، هو يجب أن أضيف event year، فإذن event year. وهنا يمكن أن أضيف سنة الاحتفال أو هذا المناسبة، فإذن هنا 2024 مثلا، هنا 2030، هنا يمكن أن نضيف 2014 هذه القديمة، وأيضا هنا يمكن أن نكتب 1995. نلاحظ ها هو
فإذا الإيفنت هير بهذا الشكل، فإذا 2024 هكذا، فإذا الير هي عبارة عن السنة فقط، هذه هي فكرتي. طيب، فإذا أردنا أن نعرض، لاحظوا أعزائي، الوقت مع التاريخ أو التاريخ مع الوقت، يعني نريد فعليا، يعني نريد فعليا أن نظهر مثلا لدينا هذه الإيفنت التي لدينا أو المناسبة هي في اليوم العاشر من شهر سبتمبر من شهر 9 يعني شهر أيلول 2024 في الساعة 7 مساء. أنا أريد تحديد الوقت أو تحديد التاريخ مع الوقت. هنالك نوع اسمه date time، وهذا date time أكتب هنا event date time، وهنا سأكتب اسم نوع هذا الحقل هو date time هكذا نوع، وهنا سأضيفه ضروري بشكل جيد، نضيفه هكذا للأعمدة حتى ندخل بيانات، فذن data أو event date time الذي يكتب بالطريقة التالية. لاحظوا سهل جدا، سنكتب اثنتين وأنت تكتب الباقي. كيف نكتب التاريخ؟ التاريخ نكتبه نختار السنة مثلا 2024، تاريخ الوقت مثلا الشهر 8 واليوم 10، جيد؟ نكتب فراغ بهذا الشكل، والوقت متى؟ الوقت الساعة 6. إذن هذا هو الديت تايم. نفس القصة بالنسبة إلى هنا بهذا الشكل، هذا يبدأ ب 2024 شهر 9 5، جيد، وثم فاصلة الوقت مثلا، أنا أختار هذا وقت البداية وأضيف الوقت. إذن الديت تايم تجمع بين الاثنين، فإذن هذا أيضا يمكن أن أكتبها بنفس الطريقة. هل مللتم؟ اكتبوا لي هل مللتم من الدرس؟ فإذا الآن هذا أيضا نفس الوقت بهذا الشكل. الثالثة أنا سأنسخها لكن أنت تكتبها بنفسك، أنا سأنسخها وأنت قم بكتابتها بنفسك. طبعا هي مشابهة للأشياء السابقة لكن أنت تعلم كيف تكتب بهذه القصص. فإذا الآن سنكتب run لنرى، فإذا لاحظوا هذا هو، فإذا هذا هو day time event day time. ممتاز. يوجد شيء أيضا اسمه time stamp، فما هو هذا time؟ فإذا لنكتب، فإذا هنا لدينا event اسم العمود سنسميه event time stamp، وهنا سنقول أن نوع هذا time stamp بهذا الشكل، سنعطيه قيمة default، قيمة افتراضية، والقيمة الافتراضية سنكتبها، يعني أكتب هكذا حتى تروا، القيمة الافتراضية ستكون هنا هي current time stamp، يعني الوقت الحالي. الشيء الذي سيحدث هنا بكل بساطة أن هذا النوع جيد هو يحدد الوقت بكل دقة الآن سنرى، لكن سيعطيه قيمة افتراضية بحيث إذا لم يتم إدخال أي قيمة له هنا سيتم إدخال التايم ستامب الحالي هو الذي وقت الإدخال. فإذا run، لاحظوا، فإذا لنرى ما هو، لاحظوا، فأعطاه الوقت الحالي، الوقت فعليا الحالي الموجود الآن، عبر عنه بنفس طريقة الديت تايم لكن أخذ الوقت الحالي فعليا الذي أنا سجلت فيه. هذا فعلا الوقت الذي أنا سجلت فيه، أنا لا أعرف متى سيتم عرض هذا الفيديو لكن هذا الوقت الذي سجلت فيه الفيديو الآن الساعة 4 مساء، لكن 4 مساء ليس بوقتي، بوقت توقيت غرينتش أو بالتوقيت العالمي. يعني هل يمكنكم معرفة الفرق بين الدي تايم والتايم ستامب؟ فإذن الفرق جدا سهل، بداية الشكل نفسه كما تجدون الشكل نفسه. الموضوع الثاني أن بالدي تايم هذا أنا أدخله بشكل يدوي وأحدده بشكل يدوي وتبقى القيمة كما هي، يعني مثلا الآن أنا لو أدخلت الدي تايم الآن الساعة 6 مساء، لو قام شخص آخر مثلا في هولندا الآن وقام باسترداد هذه البيانات سيعيد له أن بدأت عفوا في الساعة 6 مساء، سيعيد له أنها بدأت في الساعة 6 مساء، لن يقوم بتحويل التاريخ حسب الوقت، تحويل الوقت حسب الوقت المحلي لديه. تايم ستامب مختلف، تايم ستامب بكل بساطة هو الآن يحدد الوقت في التوقيت العالمي بتوقيت UTC، وبالتالي عندما شخص مثلا في هولندا أو شخص مثلا في المريخ حتى فيقوم بتحويل طبعا مريخ للمبالغة، أقصد شخص مثلا في أمريكا أو في أمريكا اللاتينية أو في أستراليا في أي مكان كان، فيتم تحويل هذا التايم ستامب لوقته
جيد، ولذلك هو يتم وضعه هنا بالتوقيت العالمي، ويمكن أن يتحول لأي صيغة حسب الشخص أو بلد الشخص الذي يقوم باسترداد هذه القيمة. وبهذا أعزائي انتهينا من دراسة التايم وأنواع البيانات الخاصة بالتايم. فربما أنت تقول لي هنالك كثير من أنواع التايم، فهذه صعبة، أنا لم أفهم كل شيء، لا أعرف كيف أميز بينها. عزيزي لو تابعت معي بداية ستعرف تميز بينها، سهل جدا. سأكرر لك كملخص، بداية إذا أردت أن تعطي التاريخ بمعنى يوم شهر سنة فعليك بالديت، إذا أردت أن تعطي فقط التايم بمعنى ساعة دقيقة ثانية فعليك بالتايم، إذا أردت أن تجمع بين الاثنين فعليك بالديت تايم، سهل جدا. إذا أردت أن تجعل هذا الوقت قابل للتحويل حسب الوقت المحلي لكل شخص فعليك بالتايم ستامب الذي هو نفسه الديت تايم، لكن ما الفرق بينه؟ أنه قابل يتم حفظه بالوقت العام ويمكن أن تحول حسب الوقت المحلي. وفقط وإذا أردت فقط أن تعطي السنة فيمكنك استخدام يير، سهل جدا. هل يوجد أسهل من هذا؟ أخبروني. إذا ما زلت تواجه مشاكل في هذا، فقط قم باستخدام أو فهم اثنين على الأقل من هذا، يعني افهم at date، إذا نوع البيانات date مهم جدا، يوم شهر سنة، وأيضا افهم نوع بيانات year وانتهينا، يعني السنة. هذا فقط كافي، لا داعي للتعقيد، فقط سر مع الخطوات التي أنت تخطوها. إذا أنت تستطيع فهم كل هذا فافهم كل هذا، إذا لم تستطع لا مشكلة، افهم ما تستطيع وتابع ما تستطيع وحتى تحرز التقدم الذي تريد. جيد، لا تقفز بالخطوات. إذن هذا كله لهذا التمرين، سيكون هنالك تمرين آخر عن أنواع البيانات ثم ننهي هذا القسم. فإذن ألقاكم في الدرس القادم.